لا تكترث لحظر التجوال. المناطق الشعبية في بغداد رغم ارتفاع عدد الإصابات ما تزال المحال والأسواق تفتح أبوابها، والتجمعات مستمرة على الرغم من التحذيرات والجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات الأمنية. أما المواطنون فيعزون أسباب عدم الالتزام إلى ضعف الحالة المعيشية وعدم توفير الحكومة العراقية لبديل يساعدهم على البقاء في المنازل. يعني هسه أنا قاعد بالبيت شاكل، أنا عائلتي شطيها حو غير لازم هم فد شيء، يعني أكله شربة فد راتب معين فد يعني مساعدات توصل للعوائل. صحيح كورونا نحتفظ، احنا خلنا قاعد بالبيوت بس خلي يوفرون لنا مساعدات، خلي يوفرون يعني شيء يعني بديل. نقعد بالبيت ونسكت، يعطونا رواتب نقعد ونسكت كل ما نبيته كبر رجله ويقعد، ولا ماكو شيء نسوي. سلطات القطاع الصحي في البلاد شددت على أن يكون الحظر الشامل لمدة أسبوعين تعمل خلالهما فرق التقصي الوبائي وبدعم من قوات الأمن على إخضاعها للمناطق الأكثر انتشاراً للوباء. للاختبار طبعا احنا مر علينا تقريبا الان اسبوع على الحظر الشامل، نحتاج الى اسبوع اخر على الاقل حتى يكون هناك اسبوعين حظر شامل كامل لتقييم الفائده من الحظر الشامل وكذلك لقطع سلسله الفيروس. الفرق المسح الوبائي الفعال اللي تتجول في ازقه ومناطق بغداد وخاصه في الرصافه تحتاج الى الحظر، لانه في فتره الحظر الشامل فتكون حركتها اكثر انسيابيه. لا يسر حال العاصمة بغداد في ظل استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، إذ باتت المدينة تسجل أعداداً مضاعفة عن تلك التي سجلتها خلال الأسابيع الماضية. وترجع الأسباب بحسب مسؤولين ومراقبين إلى غياب الوعي الصحي وعدم الالتزام بحظر التجوال. لم يخرج الوضع عن السيطرة على الرغم من الارتفاع الملحوظ بأعداد المصابين بالوباء، هكذا يقول المعنيون، لكنهم يحذرون من أن الأمر قد لا يستمر طويلاً على هذه الحال، إذ لم يلتزم الأهالي بإجراءات الحظر من أهمها التباعد الاجتماعي. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.